اتفضحنا اتفضحنا واتجرسنا. تعالى يا سيدي متولي تعالى، عشان لما اقول لك البنت دي عايزه اطمر رقبتها يا اخويا يبقى تصدقني. يا لهوي نودي وشنا فين من الناس؟ نقول لهم ايه البنت ما رجعتش لحد دلوقتي؟ نقول لهم ايه البنت ماشيه على حد لشعرها؟ بقول لك ايه، كلمي مراد بيه يمكن يعرف هي فين دلوقتي. مراد بيه اكلمه اقول له ايه؟ اقول له البنت مش معبرانا. يا لهوي انت عايزه يا اخويا يخاف على سمعه المحل ويقوم طاردها؟ امال ايه، وتقعد في قرابيزي هنا في البيت ونصرف عليها؟ مش كفايه ان انا مستحملاها؟ متولي البنت دي ملهاش قعد في بيتي من النهارده. يعني ايه؟ يعني اللي يقعد في بيتي يا حبيبي لازم يسمع كلامي، يا اما تروح تتلقح تشوف لها حته تانيه تقعد فيها. انت بتقولي ايه؟ ده بيت ابوها، بيت ابوها، ومفيش حد في الدنيا يقدر يطردها منه. بيت مين يا الدلعه دي؟ الشقه دي بتاعتي وعقد الايجار باسمي، واللي يقعد هنا يا حبيبي يبقى يمشي على هوايا وعلى مزاجي، وان ما كانش عاجبك روح انت كمان شوف لك مصيبه تشيلك تروح فيها. انا قرفت منك ومن بنتك كاتكم القرف. معلش بقى على سعيك يا ليمة، بس انت اللي اخترتي استحملي. يا سلام، يعني انت شايفني عروسة عدلة قوي. بس انت زي القمر يا ليلى، طول عمري بشوفك زي القمر. والله انت صعبان عليا، بعد صبرك ده عريس اي كلام كده. طب تصدق ان انت احلى عريس شفته في حياتي؟ عندك كلها كذب. طب والله العظيم ما بكذب. الله بالراحة بالراحة بالراحة. لا تمام، انا جامد على فكرة، بس زي ما تقولي كده بس بتدلع شوية. انا عارفة ان انت جامد. تعرف ان انا كنت ببصبص لك من تحت لتحت؟ والله العظيم فاكر اليوم اللي جيت قلت لي فيه تعالي من الاصحاب، ما صدقت، قلت الواد ده بيرسم عليا بقى وكده. بس بصراحة فرحت انا، بس اتكسفت قوي ومعرفتش اعمل ايه، وخفت اجي اقول لك تعمل فيها ابو الرجاله بقى. انت مصدره الوش الخشب. بس انا فرحت قوي ان احنا اتجوزنا، ما صدقت ان اللي حصل حصل عشان تبقى معايا. ليلى انت مش محتاجه تكذب عليا، انا مبسوط باللي حصل، يعني مش مهم يسأل. وانا مش عارفه ازاي اقنعتك انك تتجوزني. بص بقى، وانا صغيره لما كنت كده زي البنات بحلم ان انا اتجوز، كنت مقرره ما بيني وما بين نفسي ان انا يوم ما هتجوز هخلي جوزي ده قاعد في البيت، هخليه يتهبل ويتجنن وما يسيبش البيت لحظه، يلزق فيا زي اللزقه الانجليزي. معلش بس هو ليه كل الناس لما تيجي تقول لزقه بتقول لزقه انجليزي؟ يعني ليه مش بيقولوا ايطالي هولندي؟ اشمعنى انجليزي؟ مش عارفه، هم قالوا لي كده بقى. متغيرش الموضوع على فكرة، أنا مبسوطة أوي. أيوه أيوه يا عم، أنت هتهد البيت؟ في إيه؟ خير يا باشا؟ هتروح يا باشا؟ انا عملت ايه طيب؟ والله ما عملت حاجه. طب اعرف اعرف، طب انا عملت ايه يا باشا؟ والله العظيم والله العظيم اسعدت الباشا وانت كذاب. انا قد غزيتك يالا؟ وانا بص لي انا غزيتك؟ اقول لك يا باشا، انا معاك للاخر، يقول لي ضربته امتى وفين وانا اثبت لك ان انا ما كنتش موجود. اسعدت الباشا، انا شاب محترم خريج اداب تاريخ وقدوه ومثل اعلى لكل اطفال المنطقه، لكن بص ده مختل عقليا يا باشا، سابق شعر احمر مثله الاعلى حزلقهم حضرتك يا باشا. ده مبلطج على الحاره كلها، محدش يقدر يقول له لا، بيخافوا منه سعادتك. طب يا باشا انا هحكي لك وسعادتك تحكم. انا يا باشا كنت واقف انا والبت نبويه كنا بنتحاسب، اصل انا مشاركها على عربيه الحمص بتاعتها، وهو يا باشا كان عايز ياخد منها اتاوه،
وكان عاوز يعني استغفر الله العظيم يعني يا باشا، وهي بنت غلبانه يا باشا ملهاش حد، محدش وراها ولا جنبها، قمت انا واقف له يا باشا مغزني بالمطوه عشان يخوفها وياخد منها اللي هو عاوزه، واسالها سعادتك يا باشا. اسال مين يعني يا استاذ؟ ورا برقبته هو تخيله قدامي ولا ايه؟ شفت يا باشا سعادتك؟ اهو بيهددني اهو قدامك عشان تعرف ان انا عندي حق يا باشا. انا بطالب الحكومه يا باشا انها تقف جنبي وتحميني ضد المجرم حسني يا باشا. حكومه مصر ايه يا باشا اللي هتدافع عن واحد معفن زي ده وتسيب خريج جامعه زي يا باشا؟ طب يا باشا انا بتهم حسني ان هو اللي غزلني بالمطوه يا باشا وعايز حقي، عايز حق حكومه، عايز حق ناس، ولا يعني الغلبان ملوش حق في البلد دي؟ جراد انت هتصدق نفسك ولا ايه؟ خايف يا باشا. اصل يا باشا حسني ده شراني، البني ادمين عنده زي النمل سعادتك بيتهسهم كده برجله، وانا يا باشا خايف على نفسي وخايف على النمل. خد يا ابني الحجز على ما تعرف. ده مختل يا باشا، ده مختل. ماشي يا باشا. لا حول الله يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا، حسبي الله ونعم الوكيل.